سامي قلت له بكاتب وايد مقبلتي انا ما هو كان ترد اسلامي بس حفله بسيطه كذا مع الشباب خلونا عنها نفيس ناموا الشباب يوم ما ودي اطول عليكم لا تنسون اللايك فعلوا زر التنبيه والاشتراك شباب استمتعوا طبعا اول واحد اللقمه نجرب عليه الكاميرا طبعا اول واحد نجرب عليه ترويم الغطيسي يا جماعه ورب الكعبه انا طلع حقيقي كنت بس اشوف المقاطع ما كنت اصدقه بس صدقت الحين معه ديك ركز صوت الكلام والله العظيم هسه بنشوف هالشو يا رب يا رب تنام بضحك ضحك زيد جاهز تنويم اسمعون فضايح لا كل حياتي يوم اكيد جاهز يس اخيرا بنفرح بنفرح طبعا هذا جاك حياك الله جاك تكفى لا تنومني انا نومه هم انا ما يدفع يا حبيبتي يلا باذن الله طبعا بعيد عن كل شيء ابو عبد الله مقمقش يا حبيبتي نورتنا والله فيصل يا حياكم الله تفضل يا شيخنا تفضل تفضل وايد صاير ردات عزم اجل ان شاء الله بس لا يا ربي اراها زي شهيد سلام عليك اصبر ثاني شيء لا انتوا بس الجوالات كلها صامت تكون في حاله تركيز عالي ما ابغى يتشتت هو اصلا ما راح يتشتت لو الكل يقوم يصارخ ما راح يتشتت بيصير بس تحت صوت يعني ممكن الكل يضحك عادي وتضحك عادي يضحك وتسولف سولف عادي بس اهم شيء صوت الجوال الصوت لا يزيد لا يصير مره عالي عشان الشخص يقدر يعطيني من تركيزه لا ضحكهم على حسي ما راح تمام العيال لو انا احنا قاعدين نكتب او قاعدين نضحك عليك فيه لان احنا كلنا كل اللي نبغى نوصل له ان احنا ندخلك حاله عميقه وانت مرتاح مسترخي وبعد ما صحيك قاعد يمكن شهر كامل قدام مستحي في اي شيء عليك بكل بساطه ركز عليه لما تحتاج تاخذ شيء وزفير زي ما انت تاخذ حالتك الحلوه انت هذه الحين لما تحتاج تاخذ شيء وزفير تمام ركز عليني واحد اثنين ثلاثه ايوه تمام مركز عليني فيك تتخيل فاهمه معي مسدس تمام مسدس هذا الرصاصه فيه اكتب عليها كلمه نعم واول ما اطلق عليك من اي مكان سواء كنت زارك الغرفه سواء كنت مره بعيد عنك ورجعت نفس الحالة التي كنت فيها في حالة ما يناقش هذا المسدس البيت بكين أول ما أعرف هذا وقت فاتح النفس تسمع الطرف هذا تماما بكين بس من أول ما أفدي أعصابي كنت تركيزي كنت عيني بيتحول لأصبعي السباب خليك مركز لما أعرف هذا بس لما أعرف هذا ديك تاخد النفس عميق واحد اثنين ثلاثة تفتح مستقبل ما كنت أنا تفتح مستقبل كوارث أول ما أدفك بس لما تفتك تفتح عينك ترجع زي ما كنت تسلم عليه لما تسلم عليه بتلاحظ إنك رجعت أنت واحد اثنين ثلاثة افتح عينك تحاسس تفتح مستقبل صح نعم تفتح مستقبل ما كنت أنا تفتح مستقبل كوارث أول ما أدفك هذي تمام أنت نام تفتح في ما تسوق تفتح مستقبل أحس بشعور جاني ما قد حسيت في حياتك هم بيصير في شيء مرة غريب إني أنا بدفك توازن طبيعي راس كبير تكون متوازن بس بينك وبين نفسك الحين وانت مركز على صوتي نور الكلام تماما مصف في ذهنك بتلاحظ ان من بعد اللحظه هذه اول ما المسك وبس لما المسك اغبى نكته في العالم بتجي على مخك تمام شيء مره غريب ان من بعد اللحظه هذه اول ما المسك تبدا تبتسم بشكل لا ارادي وتبدا تضحك لدرجه انك انت بتلاحظ انك انت الحين ممكن حتى تبكي من الضحك
من اطراف شعر راسك لين اطراف اصابع يدك بتلاحظ ان الموضوع مره يضحك لدرجه انك انت ما راح تقدر تمسك نفسك، وفي اللحظه اللي امسك فيها بتبدا النكته هذه في بالك وما راح توقف لين ما اللمس يوقف بنفسك. انت الحين تماما نايم مرتاح مستريح في اللحظه اللي امسك فيها بتلاحظ انك انت الحين تبدا تبتسم بشكل بسيط والضحكه هذه تبدا تزيد اكثر واكثر، مع كل مره امسك فيها تبدا تلاحظ ان الموضوع هذا الحين مره مضحك. بتلاحظ انك انت الحين بعد اللحظه هذه نسيت اسمك تماما، تمام؟ ابيك تتخيل للثانيه بس ان اسمك صار زي المفتاح اللي في يدك اللي انت تدور عليه في البيت وما قدرت تلاقيه، لما يكون مفتاح في يدك وانت قاعد تدور عليه بعدين بيكون متشتت اكثر من شيء، اسمك الحين تماما اختفى، واساسا اساسا الواقع الحين وانت نايم اسمك الحقيقي ما هو زيد، اسمك الحقيقي الحين جاك، هذا اسمك الحقيقي الحين، هذا الاسم الوحيد اللي انت تعرفه انا الحين تماما اخذت اسمك واخفيته من عقلك، تمام؟ الشيء الوحيد اللي انت الحين تعرف ان اسمك جاك وكل الناس يعرفون ان اسمك جاك، حتى لو انت درست انك انت حتى الحين لو مسكت احوالك بدرجه انك بتلاحظ ان اسمك ما هو حقيقي، لان اسمك اساسا انت الحين جاك من بعد اللحظه هذه، هذا الشيء الوحيد اللي انت تعرفه وهذا الشيء الوحيد اللي اصلا الحين بيصير الحين تمام الناس اسمك واسمك كمالي يختفي على الورقه يختفي بشكل تام، مع كل ثانيه تمر مع كل نفس انت تاخذه مع كل لحظه تهدى الحين مع كل مره المس فيها وتبدا تلاحظ وتبدا تيقن تماما ان اسمك الحين جاك واسمي انا زيد. أول ما تفك الورقة بتناديني باسمي وبتقول لي كيف حالك؟ 1 2 3 كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ جاك. اسمك وشو؟ جاك. متأكد صح؟ لأي درجة أنت متأكد؟ اثبات من توفي جاك. طيب أبيك تطلع اثباتك؟ لا دقيقة قبل تطلع اثباتك. أنت ما يمكن أنت الحين صاحي صح؟ وش اسمك؟ جاك. اسمك جاك؟ جاك. أنت متأكد أن اسمك جاك؟ جاك. ابيك تأشر ابيك تأشر على اقرب واحد لك هنا في الغرفه الحين في اللحظه هذه ما تشوف انا فيك تأشر طالع طالع اقرب واحد لك انا شو اسمي ناصر طيب جاك انت لا قول له وش اسمه قول له اسمك مو بجاك اسمك زيد والله زيد محمد انا زيد انا زيد لا فعلا هذا الواقع صحيح. انا زيد وانت جاك صح ابيك تطلع احوالك طلع احوالك اذا ما جاك ايش أبيك جاك محمد زيد النعمة انت متاكد ان اصلا الاثبات هذا غلط صح هذا مو اثبات في زيد وانا اسمي جاك هذا بس من طيب صح انا وش اسمي انت متاكد ان انا اسمي زيد انا اسمي جاك انت متاكد من المعلومه هذه صح انا متاكد 100% متاكد مليون بالمئه صح لو رهنتك الحين على 1000 ريال وش اسمك جاك متاكد ان اسمك جاك متاكد 2000 ريال وش اسمك الحين جاك 3000 ريال جاك متاكد جاك متاكد مليون بالمئه انا اسمي جاك تبغى تعلمني اسمي متاكد اسمي جاك 5000 ريال وش اسمك جاك متأكد لو أعطيتك 5000 ريال الحين كاش متأكد إن اسمك جاك جاك صح وأنت الحين مركز عليه بكل بساطة بيكتاخذ نفس عميق. أنت الحين صاحي تماما عارف إيش قاعد أقول
طيب ثبت الكلاب. بعطيك كلمة أباك تقراها لنفسك. ممكن شوف أول شيء الكلمة هنا. وبس لنفسك تمام؟ تقراها بشكل عادي، تقراها بصوت عالي. الكلمة هذه بتكون موجهة لك من نفسك أنت فقط، تمام؟ أنت تكتبي باليمين أو باليسار؟ يمين. يمين. أبيك مد يدك اليمين. ادفع لها بقوة. تقراها لنفسك وبس لنفسك. أبيك تاخذ الكلاب على جسمك. لما عدت ثلاثة أبيك بس تاخذ نفس عميق. بعد ما تاخذ النفس هذا ويطلع من فمك بتقرا الكلمة هذه لنفسك، تمام؟ واحد. اثنين. ثلاثة. تقرا الكلمة. تمام تحت صوتي بس، وبس تحت صوتي المساحة مستلفة وحاسس بشعور إيجابي ما قد حسيت بحياتي. بس مو الحين، أول ما عدت ثلاثة. مع عدت رقم واحد الحين أنا تماما مختفي الحين، وتقدر تشوف كل الناس من حواليك لكنك ما راح تقدر تشوفني، وتقدر تشوف الكل تمام. أول ما أدفك الورا، وبس لما أدفك الورا أطلب منك تفتح عينك وأدفك الورا تمام. أول ما أدفك الورا في اللحظة هذه بدك تأشر علي إذا أنت تقدر تشوفني، بتبدأ تلاحظ إني أنا تماما مختفي. ما حاولت إنك أنت تدور علي، ما فكرت إنك أنت تدور علي، بتلاحظ إني أنا تماما قطع مختفي من بالك. أول ما أدفك الورا، وبس لما أدفك الورا بتقول لي كيف أنت حاسس، بتقدر تجاوبني وأنا أتكلم لكنك ما راح تقدر تشوفني بشكل كامل. أنا الحين تماما مختفي. مع العد رقم واحد الحين، وبس مع العد رقم واحد أنا تمام مختفي. مع العد رقم اثنين أنا مو موجود في هذا الغرفة. كل شيء أنت بتسمع بيكون بس من صوتي لأن جسمي مو هنا. ومع العد رقم ثلاثة أنا تمام مختفي من بعد. 1 2 3 افتح عينك. إذا أنت صاحي الحين تقدر تأشر علي بدك لي. بيك فعلا تقدر توقف الحين، تقدر توقف، تقدر تقوم. بيك فعلا تدور علي في الغرفة اللي أنت واقف قاعد فيها. بيك فعلا تقوم وتوقف وتدور من حواليك. ابيك تدور من حوالين اصحابك. حاول تقوم توقف الحين وتدور عليك. بتلاحظ شيء غريب انك انت اساسا بس قاعد تسمع صوتي لاني انا اساسا مو موجود تمام. ابيك تقوم الحين، قوم من المكان اللي انت قاعد عليه. ابيك تدور عليك. اذا انت قدرت تلاقيني ابيك بس تاشر علي تمام بشكل بسيط. وين؟ ها؟ وين؟ اسمع. طيب وين؟ اسمع بدك تاشر علي. اشر علي سهله والله. دور 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 والله ما شفت. قول والله ما شفت. والله ما شفت. تلفت طيب. هذا هو شنو؟ ماسك. هذا هو. كم سم بالله. قلت لك انت بدك تأشر علي تمام؟ أشر أشر علي. أشر علي. أنت أسمع صح؟ أسمع. بهدوء بهدوء. الصوت من هنا. أنت أسمع صح؟ الصوت من هنا. طيب شوف ناظر عند من جهة الصوت، ناظر بكل مكان وأشر عليه بس. بس أشر. شوف هذا هو. شوفه. لا إله إلا الله.